6 بلس كم فيز كان بدي؟ من الثلاثة فيز. إذا 6 بلس كان بتطلب 3 فيز. إذا 12 بلس بتطلب 6 فيز. بس أنا عندي بس 3 فيزز. عندي R عندي S وعندي T. كيف بدي أحول الآن أطلع من ال 6 بلس من 3 فيز أطلع 6 فيز؟ استعمل ترانسفورم فيز شيفتين ترانسفورم. بحيث انه يطلع معي مثلا R خلينا نسميها R داش S و S داش T حتى اعمل الفيز شيفتنج راح نستخدم ستار دلتا راح استخدم البرايمري يكون عندي بهذا الشكل بعدين عندي هاي الكور تبع الترانسفورمر بعدين راح يكون عندي تيرش سكندري وتيرشري يعني السكندري تبع الترانسفورمر له تو كولز بصير هل بصير الترانسفورمر يكون له تو سكندريز قد ما بدي بحط يعني لو جينا اطلعنا على هاي كور للترانسفورمر زي ال في دي تي تمام بإمكاني أحط هون هاي برايمري مثلاً وممكن أحط هون سكندري ممكن اعمل هيك طبعا هذا سينجل فيز هذا راح يكون ثري فيز ترانسفورم هلا عندي باخذ واحد من السكندريز احنا راسمينه هيك بس هو طبعا راح يكون ملفوف بطريقه خاصه على هلا ار واس وتي راح يكونوا ان فيز مع ار واس وتي هذول اللي باخذهم من السكندريز الدوت كونفنشن مهمة في الترانسفورمرز الدوت كونفنشن بتعطيني انه لما هذا يكون بوزيتيف بكون هذا بوزيتيف او لما الكرنت بكون طالع من الدوت بكون الكرنت داخل في الدوت والسكندري الثاني راح يكون ستار شو التوتالي اوت اوف فيز لا لو توتالي اوت اوف فيز بضرب في ماينس هلا اطلع معي شوف هذا اللي هون الفولتج اللي على هذا الكويل بده يكون ان فيز مع الفولتج اللي مع هذا الكويل مش كمان هو ان فولتج مع مع هذا الكويل اذا ار وار وار يعني هذا راح يكون ان فيز مع هذا راح يكون ان فيز مع هذا مظبوط بس انا الاوتبوت وين راح اخذه الان؟ راح اخذه من هون هيك راح اخذ ار ماينس اس من هون راح يصير معي هيك وهيك وهيك هذه الدائرة 30 degrees phase shift معها فلو طلعت طبعا انا بعملها بعمل حسابي بحيث انه الفولتج بين هون وهون يكون مساوي للفولتج بين هون وهون يعني بعمل حسابات الكويلز بحيث انه يطلع الفولتجز هلا لاحظوا ال 30 درجة مهمة خلينا نشوف ليش لما كان عندي 3 فيز سيستم وعملت 6 بلس ريكتيفاير اطلعوا شو الفولتج اللي طلعت معه راح ارسمهم كفيزرز هاي عندي فيز قديش هدول بينهم؟ 120 درجة وعمل لف بهذا الاتجاه اوميجا هاي ار هاي اس هاي تي هاي 120
هاي 120. بتتذكروا احنا كنا نعمل ريكتيفيكيشن ل R minus S و S minus R مظبوط؟ R minus T و T minus R. S minus T و S minus R. إذا كنا عمالة بستعمل الفيز وعكسه. R minus S وين موجودة هون؟ هاي minus S مظبوط؟ وهي R minus S. و S minus R هي S minus R. ونفس الاشي R minus T هتكون هون و T minus R هتكون هون و S minus T هتكون هون و T minus S هتكون هون. قديش هدول بينهم الستة اللي نتجوا عندي؟ مين هم اللي نتجوا عندي؟ خليني أمحي الأصليات. صار عندي هذا مظبوط، هاي واحد وهي عكسه، هاي الثاني وهي عكسه، هاي الثالث وهي عكسه. قديش بين هدول؟ 60. إذا بدي أضيف كمان 3 phases، وين لازم أحطهم؟ وين بدي أحاول أحطهم؟ بدي احطهم 30، مش هيك؟ بدي اعمل 30 ديجري فيز شيفت حتى يزبط معي، حتى يزبط معي لازم اعمل 30 درجه ديجري او 30 ديجري فيز شيفت. فهلا راح يصير عندي هاي ار وهي اس وهي تي، راح يصير في عندي هلا 30 درجه من ار هاي 60 درجه مظبوط، هاي R داش وهاي R، هاي S وهاي S داش هيك مظبوط. هذه عندي كلها 120 مظبوط؟ لا عفوا هاي 120، فهاي 60 وهاي 60 نصها 30 مظبوط. فصار عندي السيستم الان، السيستم الجديد فيه 6 فيزز، الثري فيزز الاصليه اللي هم ار واس وتي، والثري فيزز الجداد اللي طلعوا معي من هون اللي هم ار داش اس داش تي داش. هدول السته الان هلا هذا بدخله على 6 بلس ريكتيفاير وهذا بدخله على 6 بلس ريكتيفاير، بس هذا الشيفت بين هذا وهذا قديش؟ 30 درجه. شوفوا هلا شو بصير معنا. هذا اللي هون راح اخذه على 6 بلس ريكتيفاير، ما راح ارسم خطوط، راح احط بس ار واس وتي، فراح اخذ ار اس تي على 6 بلس ريكتيفاير. عندي هون ار اس تي وراح يطلع معي، خلينا نسمي هذا V output 1 أو VDC 1، وبعدين رح ناخذ R داش S داش T داش على كمان 6 pulse rectifier. وهدول رح أسميهم كمان D V DC 2 plus minus، وهذا راح اسميه R داش اللي جاي من المحول S داش T داش. الاوتبوت هون ايش راح يطلع شكله؟ كم بلس لازم يكون فيه؟ 6 بلس. وهذا ايش لازم يكون فيه؟ 6 بلس. بس انا اذا كان هذا 6 بلس وهذا 6 بلس، شو استفدت؟ ايش الاختلاف بين ال 6 بلس اللي فوق واللي تحت؟ فيز شيفت. تمام، قديش مقداره؟ 30 درجة. اذا الان لو جينا رسمنا الاوتبوت وطلع هلا شو بصير معنا؟ راح ارسم هون هاي الزمن، خلينا نستعمل لونين. هلا واحد منهم راح يكون 6 بلس، وخليني اخذه راح يكون اللي هو R minus S، R minus S بيبدا قبل ب 30 درجة مظبوط؟ فال 90 تبعه رح يصير 1 2 3، فال R minus S لهذا رح
رح يكون هيك وهيك، مش احنا قلنا 6 بلس؟ اذا عندي 30 و30 60 2 3 4 1 2 3 4 5 6. انا يمكن بالغت بالرسم هون شوي، كان لازم اصغر شوي، بس على اي حال الثاني رح يكون شفتد منه قديش؟ 30. هلا 30 بيفور وافتر ما بتاثرش وله نفس الماجنتيود. انا عملت مبين الاخضر، ما رح يبين الاخضر. هاي عندي 30 درجه 30 درجه 30 درجه. هلا كيف بدي اعمل هذا 12 بلس؟ انتوا اعطوني اقتراح. تمام احسن. كيف يعني اجمعهم؟ تمام لازم اعطيك نص سلام عليه، ذكرني عشان اعطيك. هلا طلع هذول اذا جمعناهم، طبعا هذول اذا جمعناهم راح يتضاعف الارتفاع، بس شو راح يصير عندي هون شكلها؟ شكلها راح يطلع فيه 12 بلس. هلا هون بعرفش الرسم الدقيق لها، ما عنديش هون ارسمها، بس بشكل نهائي راح يصير عندي هون. هي مش منطبقه على الهاي، بس هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 راح يصير عندنا 12 بلس. شو بتتذكروا الكرنت؟ ايش راح يصير بالكرنت هذا؟ عرضه راح ينزل في كل واحد من السكس فيزز، طبعا راح ينزل راح يصير النص، وهذا راح ياثر على البرايمري. الهارمونكس انا وين بتهمني؟ البرايمري اللي جاي من الشركه. هذا اكسرسايز بنعمله بعدين بنشوف بنطلع شكل الكرنت. بس المهم عندي هون هلا صار جمعنا هذول الاثنين، صار عندي هذا 12 بلس ريكتيفاير، خففت الهارمونكس. شو الثمن اللي دفعته؟ هذا المحول ضخم، محول ضخم، هذا بده يكون ريتد. يعني اذا انا عمالي بزود اللود تبعي 100 كيلو وات، بده يكون هذا المحول ريتد ل 100 كيلو وات او 100 كي في اي او 120 كي في اي. مزبوط، مش محول بسيط هذا بتجيبه محول صغير، بده يكون محول ضخم بده يقدر يتحمل كل الكرنتس اللي بده يروح بالهاي. يمكن حجمه يكون هيك او هيك او نص الغرفه هاي حسب ايش اللود، او اذا كان 1 ميجا وات بده يكون محول ضخم مكلف جدا. اللي استفدته اني خففت الهارمونكس اللي موجوده هون. طبعا في عندي هون اضافه في الدايود، بس الثمن الاكبر هو المحول اللي هو فيز شيفتنج ترانسفورمر.